إيه مختارها جميلة. الله أرسلها لي أحد الأحبة. نعم. ويقول قصة واقعية في حينا. إيه. كان حي الجرادية معروف في الرياض. معروف. يقول كانت جارة اسمها أم طارق. وهذه تنم يعني حقيقة عن خطورة الانتقام في المشاكل الأسرية. نعم. يعني مثلا واحد هي أخوه بينهم مشاكل وتوفى أحدهم ينتقم من عيال أخوه. أو زوجة عند طلقها زوجها تنتقم من عيال الزوجة الثانية أو من هذا القبيل. هذه أم طارق تقول حسيت بوليد في ثالثة ابتدائي عمره 8 سنوات أو 9 سنوات. تقول أنا أطلع وشوفه وكذا ولينه في غريفتن بابه على الشارع وهو ساكن عند عمه. تقول رحمته وش ذا؟ قال والله عمي وكذا وأنا ساكن هنا. تقول سألت عن عمه لأنه شديد مرة وبخيل على هالوليد هذية وهو ولد أخوه. نعم. تقول اللي فاجأني يوم من الأيام لقيته يغسل السيارات في الشارع هالوليد. قلت وراك؟ قال والله عمي ما يجيبون لي أكل عقب أكلهم وملابس ما يجيبون لي كذا وأنا بشتري دفاتر للمدرسة وأقلام ما عندي أحد معطيني فاضطريت أني أغسل السيارات علشان أخذ دراهم وأشتري لي. قالت خلاص لا عاد تشتري تغسل السيارات. وتقول عديته مثل ولدي وبديت نروح لها الاكل نوصلها ملابس ونشتري له وبديت لين هذا خليت العيال يدخلونه وانصحه لان تقول انتبه من جلساء السوء من يوم يذن خليك في المسجد. تقول حطيتها اعظم من عيالي ما شاء الله تبارك. تقول مرت الايام ومن مرحله لمرحله تفاجات زوجي يقول يا ام فلان ترانا شرينا بيت ونطلع ما شاء الله. تقول وش اقول اخذها معنا وزد كبر شوي وقال له شو بيقول عمه. قلت اجل ترى انا بننزل وهذا رقم بيتنا الجديد تلفوننا ان احتجت وانا امك لاي شيء اتصل علينا ويجونك العيال برسم الخدمه. يا سلام. يقول عجب مرت الايام وتخرجوا وكبروا عيالها وزوجت 3 من عيالها اصيبت بمرض الله المستعان وادخلت المستشفى من ضمن عذا يوم الايام وجاها التهاب في الصدر شديد. فقالوا نادوا طبيب الاستشاري حق الصدر. يقول يوم دخل وفتح الأوراق فلان مريم فلان فلان قال أم طارق. أم طارق قالت من أنت؟ قال أنا أحمد اليتيم اللي كانت تساعده صار استشاري صدرية وجاء يوم من الأيام اللي يشرف على علاجها. لا إله إلا الله. يعني شوف انت شلون تدور وتلك الايام نداولها بين الناس كما قال سبحانه وصنائع المعروف تقي مصارع السوء لا سيما مع يتيم. الله المستعان. ومن هذا يعني يدعونا الى ان نتكلم عن هالوقف الان حق المدينه. يعني كم بيكفل في هذا الوقف من ايتام وكم وكم ففرج كربهم تبرع باي شيء 10 ريال 50 ريال سهم من هالاسهم لعل الله سبحانه وتعالى. شوف المرأة هذه هل كانت تتصور يوم من الأيام أن هاليتيم المضطهد المشرد اللي غسل السيارات أنه بيجي يعالجها كطبيب استشاري؟ لا إله إلا الله. سبحان الله يا رب من فضلك يا دفعة البلاء والصدقة وكفالة الأيتام كلها خير ونعمة. وعلى ما قلت أنت بمشروع جمعية البر بالمدينة المنورة اللي أنا والله أني أنبسط كل ما أعلنت عنه لأنه أول شيء ما لي منه شيء. أنا ما أنا بعلن علشان أخذ منه لا والله أنا أعلن وأنبسط أن فيه ناس محتاجين يبي يلقوا من هالشيء. الحين أنا مشروع جمعية البر بالمدينة المنورة هذا هدفنا 5 مليون أغلقنا منها أو غلقنا منها أو يعني سددوا المسلمين الله يطول بعمارهم ويغنيهم ويكثر خيرهم 3 مليون. ترى 3 مليون ما هي بشوية ولا هي بريال ولا ريالين. 3 مليون كم بجي؟ بجي 2 مليون. أمس تكلمنا أننا بنغلق 50 ألف. ما شاء الله تبارك الله تعدوا 50 ألف المسلمين وأهل الخير والله يكتب أجركم ويغنيكم ويكثر خيركم ويجعلها دفعة بلا عنكم وعن والديكم. حنا بهالحلقة هذه يوم انه طر علينا ابو نايف الله يكتب اجره ودي نبداها من 10 ريال. 10 ريال مبلغ عادي ما
ما يأثر يعني بميزانية اللي رازقه الله سبحانه وتعالى، وهو من الله له. أنت رزقك الله بهالعشرة وتبي التاجر بها مع الله. يعني تخيل أن رب العالمين ما هو بيقول لك أنا رزقتك بالعشرة يلا ردها لي ترى مالك شيء رديت دين، لا، الله رزقك بهالعشرة وتبي تردها لله التاجر معه من خير ومن حسنات ومن ادفعت بلا ومن بركة مالك وعيالك وخير ونور لك أنت وهلك بدنياك.